الطاقم التقني والإداري والطبي، الجماهير اللي غابت عن المدرجات لكننا نعلم بأنها تساندنا في السراء والضراء، جماهير عارضة وعاشقة. كذلك رغم الإكراهات قمنا بواحد مرحلة إياب استثنائية حصدنا فيها إلى حسبنا مقابلات اليوم 21 نقطة، وهذا ليس بالشيء الهين. بالنسبة للمقابلة أظن بأنه كانت أولا إلا بغينا نعطيوها نادجيكتيف وصف، كانت مقابلة ممتعة لأن لعبنا مع واحد الخصم أولا منظم تكتيكيا متحرر نفسانيا، سا سي امبوغتون. حنا كان عندنا ضغط طفيف لكن جئنا لمدينة زمامرة لتأكيد ما قدمناه في المقابلات السابقة، لتأكيد الصحوة ديالنا. أظن أنه من ناحية التكتيكية إحنا لم نخرج عن المعتاد، ضغطنا ضغط عالي يعني سدينا كاع منافي ديال خروج الكرة. كذلك ربحنا كثير من الالتحامات، خلقنا فرص بالجملة. يعني دابا إلا طلبتي مني شحال فرصة نسيت شحال من فرصة خلقنا، لكن فرحان باللاعبين. إسماعيل خافي يسجل مرة أخرى، يهدر ضربة جزاء، لكن تيبقى وسيبقى هو المنفذ ديال ضربات الجزاء طونكو شوي لونترينور ديال هاد الفرقة. فوالا كان عليه ضغط كبير، كذلك ما تعاملش بافيك لوسيديتي مع الفرص. صحابه كذلك عاونوه بزاف، إيزون تو في باش هو يكون وراء إنهاء الهجمة خاصة في الشوط الثاني. لكن على العموم كان فترات القوة ديال الزمامرة عدمونا كثير، جرينا كثير، لكن هوروزمون زعما اون بيان جيغي لا بروفوندور. دخول حدراف بن حليب يعني سون بارلي دو كابيتان، خلقوا لنا مشاكل كثيره تجريو بزاف، عندهم اتاك دوف زعما صعيب، وتحركاتهم والديكروش زعما جيتي كونتون زعما دو جوي زمامرة، فرحت وكانوا افكار وفي لي شونجمون سيتي ان جو دي شيك، سيتي بحال شطرنج. وجي بيان ايمي جي بيان ايمي، هما ما رفضوش اللاعب، حنا ما رفضناش اللاعب. ما فوالا عذبونا مي 3 بوان ميريتي، فوز مستحق، تنهديو لجميع مكونات النادي. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.